سيدي الملك رمسيس الثاني. أنا أنت نسيت اسمك ولا إيه؟ أنا أنت يحيى. هو أنت فاكرني؟ تفتكر ممكن تكون موجود على سفينة للملك بدون علمه؟ معنى كده أنك عارف كل اللي هيحصل؟ يعني مش كده بالظبط. أنا فاكرك وعارفك لأن كلمة السر اللي معاك دي ربطانا ببعض، وطالما أنا وإنت نعرفها هنعرف بعض في أي زمن هنتقابل فيه، دلوقتي أو حتى في المستقبل. ودلوقتي تقدر تدعو أسرتك للطعام معانا. شفتوا يا جماعة؟ شفت يا يحيى؟ مش قلتلك الملك هيفتكرك؟ صح يا سينو، بأمرت إنك كنت عامل حسابك إنك تكون وجبة خفيفة للسمك. هي الحملة دي كانت ضد مين يا جلالة الملك؟ دي حملة بحرية ضد قراصنة الشرادنة. حتى هنا في قراصنة؟ أكيد يا حاجة. إيه؟ ها؟ إيه ده؟ الله، هو مش أنتوا برضو يا يحيى بتقولوا في زمانكم على الوالدة الحاجة؟ المهم قراصنة الشرادنة دول بينهبوا البحارة والتجار، وكان لازم أقضي عليهم بنفسي. انت عارف يا جدو رمسيس انك اكتر ملك له اثار في زماننا؟ في ملوك تانية ما وصلناش منهم اي حاجة، يعني مجرد نقوش على جدران قالت اسمهم وخلاص. ده حتى اشهر ميدان عندنا سميناه على اسمك. ايوة صح يا كنوز، ميدان رمسيس فيه مواصلات لكل حتة. ده لان الملك رمسيس التاني هو. خليني انا اللي احكي لهم المرة دي يا سينو. كل حكام كيمت اللي قبلي واللي هيجوا من بعدي هدفهم مش بس توفير الأمن والحياة السعيدة للبلاد وشعبها، لكن كمان في هدف تاني مهم، وهو إن كل شيء عملناه يعيش سنين كتير. علشان كده كل نشاط قمنا بيه أو حملات لتأمين الحدود كتبناه على جدران المعابد. بنينا حضارة عظيمة تفضل قدام أهل البلد دي مهما حصل. أنا توليت الحكم بعد والدي سيتي الأول علشان أبقى الملك الثالث في الأسرة التسعتاشر اللي بتحكم كيمت. كنت ولي العهد وأنا في سن صغير جدا. المهمة كانت صعبة، كيمت كانت محاطة بالمخاطر من كل اتجاه، وكان دوري إني أقضي على المخاطر دي. قدرت في أول سنين حكمي إني أقضي على حركة قادها حاكم جوبيل ضد حكمنا، ومن بعدها أصبح تابع لحكمي هو، وكل إقليم أو مكان تمرد على حاكم كيمت. شفت يا سينو؟ أهو دلوقتي بقى إحنا ما بقيناش محتاجينك.